مرحبا. كره الزهاح حديد مبدأ التكرار، مما دفعها إلى استخدام تقنيات جديدة كالطبقات وتفتيت الكتل من أجل التمرد وكسر العديد من القواعد المعمارية، التي أدت بالتالي إلى إنتاج عمارة متكررة. وشبه الزهاح حديد ذلك النوع من العمارة بالإنتاج النمطي الذي ساد خلال الفترة الصناعية. وتعتبر زهاح حديد إن اتجاهها هو استمرار لرسالة الحداثة فيما يتعلق بخرق القواعد المتجذرة وإذابتها مع المبادئ المستقاة من حركة السوبرماتية التي تعتبرها الحركة الطليعية في الفن. كان طموح زهاح حديد خلق عمارة تمتاز بالانسيابية والتعقيد في آن واحد، وقد تحقق ذلك الطموح بنجاح من خلال الأشكال وتناغمها كوحدة متكاملة ضمن المشهد العام للمبنى. وحين فاز زهاح حديد في مسابقة نادي الذروة الترفيهي في هونغ كونغ عام 1983، صار عملها محط انتباه المعماريين الشباب في سائر أنحاء أوروبا، وكان باتريك شوماخر أحدهم. كان استوديو 9 الشهير أول مكان عمل امتلكته زهاح حديد في لندن، حين طرق باتريك شوماخر أول مرة باب زهاح حديد، وكان الاستوديو مجرد غرفة أو غرفتين. شاهد باتريك شوماخر عمل زهاح حديد لأول مرة عندما كان طالبا في مدينة شتوتغارت الألمانية عام 1983. وبعد فوز زهاح حديد بمسابقة نادي الذروة وذاع صيتها وانتشر عبر العالم أجمع، حيث كانت نجمة شابة في الثلاثينات من عمرها قبل أن تعلم بأنها ستصبح نجمة كونية. كانت الخطوة التالية لباتريك شوماخر أن يتقدم بطلب وظيفة في مكتب زهاح حديد، حيث رتبوا له موعدا لمقابلة عمل، ولكنه لم يحظى بمقابلة زهاح حديد، وإنما قابله أحد مساعديها الذي كان عضوا في لجنة المقابلة التي تألفت من 4 أشخاص فقط. يقول شوماخر: تم تعييني عندهم وبدأت العمل، وبدأ الأمر لي مضحكا، حيث أن زهاح حديد لم تلحظ مساهماتي في التصميم في أول 4 أسابيع من عملي، على الرغم من أنها فتحت لي الباب، لكنها أيضا لم ترغب بوجودي ولم ترغب بالحديث معي. وتحدثت زهاح حديد عن باتريك شوماخر بأنه لم يرق لها، ولم يكن هنالك تواصل بينهما على الإطلاق، ولم تكن تلقي التحية عليه حتى كاعتراف بوجوده، الأمر الذي كان يزعجه ويدعوه للتسكع خارج المكتب. وكان هنالك شاب آخر يخرج معه لتهدئته والتخفيف عنه. كانت تلك أحداثا غريبة بالنسبة لشوماخر، ولكنه استمر بالعمل وتطورت علاقته بزهاح حديد بصورة جيدة، وتغيرت فكرتها عنه حتى اعترفت بأنه شاب مذهل وقد شكل دعما كبيرا لها، كما إنه مصمم بارع جدا يمتاز بذكاء شديد، وكان عونا كبيرا للمكتب. هكذا وصفته زهاء حديد نهاية الأمر. ولعب باتريك شوماخر دورا هاما في تحويل الاتجاه التصميمي لمكتب زهاء حديد من التفكيكية التي لم تنجح كثيرا ولاقت مقاومة شديدة لدى الأوساط المعمارية، إلى ما سماه هو بالعمارة البارامترية (Parametric Architecture). وفي عام 2002 وافقت زهاح حديد بأن يكون باتريك شوماخر شريكا لها في المكتب، وأضحى شوماخر ساعدها الأيمن في جميع أعمالها، مما خفف الكثير من أعبائها ومنحها الوقت الكافي للسفر ولتصميم العديد من الأشياء الأخرى غير المعمارية، كتصميم الأحذية والأثاث واليخوت والمجوهرات وحتى الأزياء. وللحديث تتمه.